السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. هذه أبرز العناوين. اتفاق مغربي إسباني جديد بخصوص الغاز الطبيعي. أفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن مدريد والرباط توصلا إلى اتفاق لإعادة استخدام خط أنابيب الغاز المغربي بتقنية دخل عكسي، مما سيسمح للمغرب باستقبال الغاز من إسبانيا. ونقلت صحيفة لاراتول الإسبانية في المصادر الرسمية لم تسميها التأكيد أن المغرب سيكون قادرا على استخدام الغاز الطبيعي المغربي بالاتجاه العكسي. وبحسب نفس المصادر الرسمية فإن المغرب طلب مساعدة من إسبانيا في إطار العلاقات التجارية لضمان أمانها كما فعلت مع أي شريك أو جار آخر. وأضافت المصادر الصحيفة الإسبانية أنه بشفافية تامة سيتمكن المغرب من الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتفريغه في معمل لتحويل الغاز إلى غاز في شبه الجزيرة واستخدام أنبوب الغاز المغربي للوصول إلى أراضيه. وأوضحت الصحيفة أن إغلاق الأنبوب المغربي كان قرار أحادي من الجزائر في ظل التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر، وحذرت الحكومة الجزائرية إسبانيا من إمكانية إرسال الغاز الجزائري إلى المغرب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.